طب يا عماد بص، الارضيات هتتعمل رخام يعني هتتعمل رخام. اوكي سلام يا عماد. هنعرف اللي يخطب يكون مبسوط وفرحان، بس حضرتك على طول خناق ليه؟ نصيبي كده علشان مخطوبه لواحد نكدي ومقرف. يعني المشكله دي كلها علشان ارضيات رخام واوضه؟ اه انا عايز اغير الارضيات رخام. ايه المشكله؟ المشكله انه ممكن يكون معهوش فلوس، ولو معاه ممكن يكون محتاجها في حاجه تانيه. وبعدين ايه قصه اوضه امه دي؟ ياما مشيت امه من البيت كله ومش عايزه تسيب لها اوضه. اوضه ليه كده يا جان؟ بجد مشاكلك تافهه هتشلي مني جنب. انا مش تافهه على فكره، بقول مشاكلك مش انتي. انا مش عايزه اعيش مع حماتي في بيت واحد، وحكايه اوضتها اللي هي حطها لي مسمار جحا دي انا مش قابلها. مش كل شويه ماما جايه اهلا وسهلا، ما هي اوضتها موجوده تنور. انا حره في بيتي، انا مش غلط. سيبي يا جان، سيبي عماد احسن عشان ما تظلميش نفسك وتظلميه معاكي. يعني ايه؟ يعني انت ما بتحبيش عماد؟ انت مين قال لك كده؟ كلامك كله معناه كده. شوفي، مع اختلافي الشديد مع هزيل في طريقتها مع سيف الا انها بتحبه وهو كمان بيحبها، ويمكن عشان كده هي مستحمله كل ده. نو انا بحب سيف بجد، لكن من كتر المشاكل اللي بينا ابتديت ازهق من الحب. نكد قوي. عموما موضوعك مختلف عن موضوع جين. انت لازم تواجهي نفسك. عماد كويس وانا مش هسيب. براحتك يا جان، بس حاولي تفهمي لان بصراحه مشاكلكم كترت قوي. اوكي انا ماشيه. ايه ده انت اتقمصتي؟ انا قرفانه وانتوا قرفتوني زياده. سلام. الصراحه عندك حق. هي دي زعلت؟ لا دي ما عندهاش دم ومش هتسيب عماد. لا مش هتسيب. لما تتجوز هتحصل معاها شويه مشاكل بس هتسيطر عليه. طري تهريب. انا قصدي يعني ان جوازه ما فيهوش هزار. وبعدين الغريبه انها شايفه كل المشاكل ما بين اخوها ومراته وبرضه مكمله. الولد كويس وبيحبها، والله ممكن يكون احسن منها كمان. لا مش للدرجه دي يا ساره، ما تبقيش اوفر. البنت حلوه ومدوره كده وحلوه وشعمه. شعمه واموره. عارفه ايه مشكلتها؟ ابوها وامها عمالين ينفخوا فيها. ما البنت خلاص هتنفجر. بصي انا حبت معاك يا قمر، قلت لبابا. ايه؟ طب انا حبت معاك يا قمر. خلاص نبات احنا الاثنين. لا انت ولا هي. ليه؟ انا هروح ابات في بيت اهلي. خلاص روحي واحنا نبات. طب بنتو انا قلت وحشتني، ماليش دعوه باللي انتوا هتعملوه. براحتكم. نبات انا وانت لوحدينا؟ اه. نقلت امية؟ لا اسمع، عريسه يا قمر. بصي دي شمال.